برضو وين انت ممكن تقدم لهاي الوظائف. فاكيد راح تطلع انت اللي عم تحضر هذا الفيديو واحد من هدول الناس اللي بتشتغل في هاي اللي عم بتبين معك على السكرين. كل مرة عم بيجيني أسئلة: جاسر إحنا هل ممكن نلاقي وظيفة بالمجال الفلاني في دولة قطر؟ ودائما بكون فكر هل عجل ممكن نلاقي الشاب هذا وظيفة بهذا المجال في دولة قطر؟ وهل بيقدر إنه هو يقدم أصلا على هاي الوظيفة؟ علشان هيك كل مرة دائما بتلاقيني أنا عم باجي وبحط لك شوية إعلانات لتوظيفات من فيديو للتاني. وعلشان هيك أنا اليوم حددت إني أنا بدي أرجع أكمل على الفيديو الماضي، بطلع لك كمان وظائف أكثر عم بتمر علي بتكون في عدة اختصاصات. علشان هيك انت بس تطلع على الفيديو، شوف شو الوظيفة في المجال اللي انت عم بتدور عليه، وكل اللي عليك تعمله انك تحضر الفيديو للآخر وتمسك اللينك او تمسك الايميل اللي عم بيكون موجود في هذا الاعلان وتقدم. اللي بدي احكي لك اياه انه انا ما عم بعمل معجزة، انا بس عم بيكون عندي السورسز تبع التوظيف وعم بوصلني هاي الوظائف، او بتطلع عندي بواتساب جروبس انا موجود عندي على الموبايل، او عم بتكون عندي على الفيسبوك او في مواقع التوظيف. وبس كل اللي بعمله انه باجي بحكي لك هاي الوظيفه قدامك، علشان انا بس بدي اختصر عليك الطريق الطويل اللي انت يا اما مش عارف انه هو موجود، او مش عارف انه هذا هو اللينك، او مش عارف انه هذا هو الايميل، او مش عارف عن هاي الوظيفه اصلا، واللي عليك انك انت تقدم هاي الوظيفه. فبدي احكي لك اياه اليوم انه في الفيديو تبع اليوم في عندك وظائف كثير، من مهندسين لسيرفيرز لاكاونتنتس لمدراء لموظفين لموديلرز لديزاينرز، لا شو ما تتخيل من الوظائف انا عم بحاول اشمل لك اياها. واول وظيفه عندنا اليوم ELP Estimation Engineer وانتيرير ديزاينر، زي ما عم بتشوف على الاعلان اللي عم بيطلع على السكرين، هدول مطلوبين حاليا في دوله قطر، فقدم اذا انت واحد من هدول الاثنين. IT Support Engineer and Programmer برضه مطلوبه بهذا الاعلان، فانت بتقدر تقدم على هاي الوظيفه. وشوف يا سيدي الاعلان برضه اللي عم بين بنفس الصوره اللي حاطط لك اياها في الفيديو حاليا، واللي عم تحكي لك مطلوب التالي، وراح اقراها قراءه عشان ما اضيع عليك ولا واحده من هاي الفرص. عم بحكي لك بده accountants، بده outdoor and door salesman with valid Qatar driving license. لما حكي لك with valid Qatar driving license معناته لازم تكون موجود في دولة قطر، لأنه أنت عشان تطلع أصلاً الدرايفنج license الموجود في دولة قطر يمكن تاخدك من 4 شهور لسنة أو أكثر، يعني مرات تاخد على حسب أنت وشطارتك بالسواقة وأنت وحظك في المواعيد. فقطر license أو قطر driving license لازم تكون أصلاً أنت موجود في دولة قطر، وأصلاً عشان تطلعها لازم تكون أنت معاك إقامة. في ناس تطلع مؤقتة بس هيك أنت ما عندك إقامة. برضو مطلوب منك أو مطلوب لهاي الوظيفة AutoCAD designers، ومطلوب labors يعني عمال، experience in glass work and aluminum works، وبرضو مطلوب agriculture and landscape business development engineer، ومطلوب يكون مع درجة البكالوريوس 5 سنين خبرة ومعاه driving license، ومطلوب كمان labors و helpers for hiring. كل هذه اللي انا عم بحكي لك اياها، كل هذا الحكي هو مطلوب بس في اعلان واحد من الوظائف اللي عم بتمر عليه. فليتس ايماجن انه انت عم بتدور فعليا وعم بتشوف اعلانات وعم بتقدم، قديش ممكن يكون عندك فرصه انك انت تلاقي اكثر من، انا ما عم بدور على الاعلانات، انا الاعلانات بس عم توصلني وانا عم بحكي لك اياها. فانت بس اذا بتدور اكثر شوي راح تلاقي اعلانات اكثر بكثير. والاعلان اللي بعده يا صديقي العزيز هو بشركه فاير كومباني، وهي الشركه طالبه انه يكون في ديزاين اند استيميشن انجينيرز وبروجكت انجينيرز وسيلز انجينيرز، وطالب كمان بروكيورمنت اند لوجيستكس انجينيرز، مطلوب ستور كيبرز، ومطلوب كمان اكاونتنتس. كل هدول برضو بحكي لك في نفس الاعلان، فانت بس مشان الله قدم. هلا اللي بدي احكي لك اياه انه مرات في الاعلانات زي هذا اللي حكيته قبل شوي بيكون مطلوب منك مثلا يو بي دي اي، هي شهاده الاعتماد للمهندسين، وهاي عشان تاخذها برضو لازم يكون عندك اقامه، ولازم تكون مهندس، ولازم يكون عندك شهادات انك انت خريج مهندس وبتقدم الامتحان، وحكيت عنه في فيديوهات ثانيه. فاذا بترجعوا على فيديو من الفيديوهات راح تلاقوا هذا الحكي موجود. فاذا بتلاقي كلمه يو بي دي اي هذا معناته انك انت لازم اصلا تكون موجود في دوله قطر وماخذ اعتماد المهندس. والشغل الثاني كمان المطلوب بنفس الاعلان الكيو اي دي، كيو اي هي الاقامه، بطاقه الاقامه تبعتك، فانت لازم تكون موجود في دوله قطر. وهي الاعلان اللي بعده بحكي لك يا صديقي مطلوب منك ام اي بي بروجكت مانجر، ومطلوب سينيور الكتريكال انجينير، ومطلوب سينيور ميكانيكال انجينير. فالناس اللي بخبرات عاليه هي اعلان برضه ما نسينا انه بقول لك هذا الاعلان اللي انت ممكن انه هو برضه انه يفيدك. هلا من الشغلات اللي برضه بتنطلب زي الاعلان اللي انا عم بحكي عنه هلا، بيطلب منك شيء اسمه ان او سي، او بيطلب منك ترانسفيربل فيزا. هدول الشغلتين معناهم انه انت اصلا مقيم في دوله قطر،
ومعناهم انه شركتك ما عندها مانع انك انت تنتقل من الشركه اللي انت موجود فيها للشركه الجديده اللي انت رايح عليها. وبعدم وجود هذه الان او سي انت راح تتغلب اصلا، مش راح تقدر تنقل كفالتك من الشركه اللي انت موجود فيها للشركه الثانيه الا باجراءات طويله وفي شروط معينه على حسب العقد اللي انت كاتبه والى اخره، ما راح ادخل فيهم بهذا الفيديو. وفي هذا الاعلان كمان اللي انا عم بحط لك اياه هلا على السكرين، مطلوب منك فساد بروجكت مانجر، يعني واحد متخصص بموضوع الفساد، وحطت لك انه هو ايش المتطلبات اللي طالبها من جي ار سي وغيره، وحطت لك كمان انه هو بدور على الكتريكال انجينير بمواصفات الخبره اللي عم بتشوفها على السكرين، فاقراها وشوف اذا هذا بخصك وقدم. في هذا الاعلان حاليا اللي عم بيطلع معانا عم بحكي لك انه مطلوب سايبر سيكيورتي انترنز متدربين في هذا المجال، فاذا عم بتشوف انك انت انترستد انك انت تدرب في هذا المجال في هاي الشركه فهي حاطط لك هذا الاعلان. وبنفس الاعلان عم بحكي لك مطلوب مهندس مدني شخصين، او يمكن يكونوا طالبين اكثر، بس المهندس المدني الاول مطلوب من 2 لـ3 سنين خبره، المهندس المدني الثاني 8 سنوات لـ12 سنه خبره. فاللي عم بحاول اشمله انا في الاعلانات او في وظائف الموجوده في دوله قطر اللي انا عم بحكي لك عنها في الفيديوهات اللي عم بحكي عنها، عم بحاول اشمل اول شيء كل التخصصات اللي انا بقدر ان انا اجيب لك فيها هاي الوظائف، والشغله الثانيه عم بحاول كمان ان انا اشمل اكثر من عدد معين من سنوات الخبره. عم بنشوف الجونيورز، عم بنشوف السينيورز، عم بنشوف كمان المانجرز. اللي انا بدي اياه منك انك انت بس تحضر الفيديوهات وتحاول تقدم على كل هاي الوظائف. وعلشان حبايبي مهندسين العمارة اللي بتخصصي انا عم بحكي لك، هاي في شركة قطرية طالبة مهندس معماري وحاطين رقم تلفونك انت تقدر تبعت السي في عليه او تتواصل معه، فانت بتنطبق عليك الشروط اللي عم تبين معك على السكرين، حاول انك انت تكون موجود في دولة قطر، حاول انك انت تتواصل معهم. وحاليا عم بيكون الطلب كثير على الناس الموجودة في دولة قطر، الكل اكيد عارف علشان وضع المطارات، عشان وضع الكوفيد 19 انه ما حدا قادر ينتقل من بلد لبلد بالاريحيه اللي كانت موجوده قبل. وان شاء الله نحل هاي الامور، وانس انحلت هاي الامور انا بقول لك تنفتح كميه التوظيف بشكل اكبر من الوضع الحالي اللي احنا عم بنشوفه. وحاليا في هذا الاعلان اللي عم بين على السكرين الكثير طويل واللي برضو بين هون كثير طويل، وظائف بكثير تخصصات في مجموعه الهيلتون. اذا بتطلع رح تلاقي عده وظائف، شوف شو اللي بناسبك، وبرضه محطوط وين انت ممكن تقدم لهاي الوظائف. فاكيد راح تطلع انت اللي عم تحضر هذا الفيديو واحد من هدول الناس اللي بتشتغل في هاي اللي عم بتبين معك على السكرين. وحاليا في هذا الاعلان اللي عم بحكي لك عنه، هذا مر علي الاعلان يمكن قبل اسبوع، فهو مش بفتره كثير طويله، شركه دار العمران عم بتدور على مهندسين مدني، مهندسين عماره، مهندسين كهرباء، مهندسين ميكانيك، حاسبين كميات، ومساحين، ومراقبين فنيين، ومراقبين وامن وسلامه عامه. فكل هاي التخصصات مطلوبه حاليا في دار العمران. سنس انه الاعلان مش كثير زمان وصلنا، فانت لحد هلا بتقدر انك انت تقدم لهاي الوظائف، لان انت واحد من المهندسين المطلوبين بواحد من الخبرات المطلوبه اللي عم بتكون موجوده على السكرين. فيعني ارجوك قدم. وبالنسبه للمعلمين او الناس اللي بتشتغل في المجال التعليمي، اكيد مش ناسيكم، فهي مؤسسه تعليميه طالبه عده وظائف. في ناس سالتني هل في مجال للناس اللي بتجيد اللغه الفرنسيه انها تشتغل في دوله قطر؟ فهاي المدرسه او هاي المؤسسه التعليميه طالبه معلمين لغه فرنسيه، وطالبه معلمين لغه انجليزيه، وطالبه معلمين لغات عده، وطالبه مدير عمليات، وطالبه معلمين شيء اسمه MF. وانا ليترالي ما بعرف شو يعني MFL، بس هاي الاعلان واكيد بقول لك روح قدم. وفعليا في هذا الاعلان حاطط لك لينك واتساب جروب، هذا الواتساب جروب عم بيكون عليه اعلانات وظائف كثيره، فانت حاول انك تنضم لهذا الجروب اللي موجود عندك على السكرين، لعل وعسى صرت انت اصلا تاخذ الوظائف اللي اوريدي عم تيجي للناس، فانت فعليا برضو عندك ability to join هذا الجروب وتستفيد منه قد ما تقدر. واكيد ما راح ننسى الناس اللي سالتني عن اللجنه العليا للمشاريع والارث، سبريم كوميتي، اللجنه المسؤوله عن الوظائف وعن مشاريع كاس العالم في دوله قطر، مشاريع عده موجوده في دوله قطر، طالبه موظفين في عده تخصصات زي ما انت قاعد بتشوف على السكرين حاليا. فاذا انت في واحد من هاي المجالات انا بنصحك نصيحه اخويه تقدم على هاي الوظيفه، لانه طلعت لك وظيفه مع السبريم كوميتي فهو شيء كثير كثير منيح. وحاليا بعد ما اخذنا عن اللجنه العليا للمشاريع والارث، قطر لاداره المشاريع، قطر بروجكت مانجمنت، طالب عده موظفين، وهذول الموظفين ممكن انك انت تكون واحد منهم. طالب كيو اس كونتراكت انجينير، طالب ميكانيكال انجينير، طالب اركتكتس، طالب بلاننج انجينيرز، طالب سيفل انجينيرز، فواضح انه طالب عدد كبير من الانجينيرز بعده تخصصات. ف
حاول انك انت تقتنص هذه الفرصة وتكون انت واحد من الناس اللي راح توظفوا في قطر بروجكت مانجر. جو اهيد. واخر وظيفة راح احط لك اياها حاليا في الاعلان هون هيها، طالبين مهندس مدني، مهندسين عمارة وركنات تنفيذية وخدمات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في هذا المكتب او هذا الاعلان. تقدر انك انت تقدم على هذا الايميل. فاذا انت واحد من هذول الناس اللي انا حطيتهم في هذا الفيديو، لازم لازم تحاول انك انت تستفيد من الوظائف اللي انا حطيت لك اياها. الوظائف هاي كلها جديدة مرت علي، لسه ما لها اكثر اشي فيها مر علي له اسبوع يمكن. هذا الوقت الصح انك انت تقدم على هذا الشغل. احكي لك يا بالاخر انه الوظائف اللي انت ما لحقت وراها هي ما راح تلحق وراك. فانت حاول انك انت تمسك كل هاي الوظائف وظبط السي في تبعك وتواصل مع هاي المكاتب وهاي الشركات المعلنة عن هاي الوظائف اللي انت قاعد بتدور عليها لحتى انك انت تحصل على وظيفة، ويمكن تكون هاي الوظيفة اللي انت فعليا عن جد نايم تحلم فيها. فقدم وحاول تحصل على انترفيو وروح وشوف نصيبك مع مين راح يكون. لهون لحد ما تلاقي الوظيفة اللي انت بتدور عليها راح احكي لكم اشتغلوا على حالكم كثير منيح، اشتغلوا على السي في تبعكم كثير منيح، اشتغلوا على السكيلز تبعتكم كثير منيح، ومن هون لأشوفكم في دولة قطر. مع السلامة.